والله كله غالي يا اخو، كله يعني المواد كلها غاليه، ما عم بتوفي معنا يعني. ان شاء الله اول شيء بالصحه والسلامه تنعاد علينا وعليكم رمضان، بس يعني كل المواد غاليه والله. يعني عندي اني 10 انفار ما عم في طريقه انه يعني الاولاد تشبع اكل، واللي ما في يعني طريقه هون المخيم كلياته كله غلى، المولات كلياته غلى. كهرباء ما فيه، وناس زياده بخيام، وفي ناس زياده بخيام، وناس كل عزب قرفانة يعني. شلون؟ والكبان يعني ودك اللوزه، ودك اللحمه، ودك الجبنه، ودك كل شيء، ما بك تجيبه، ما بك تجيبها رمضان هذول كلياتهم. تجيب الرز والبرغل والزيت والشاي بس، شو اكثر شو بدك تجيب. نقص من الكهرباء. نحن نعاني في مخيم الزعتري، نعاني من الكهرباء. الكهرباء يوعدون كثير من المسؤولين هنا، يوعدون يعني مجيء الكهرباء وما جابوا، صار من شهور وهم يوعدونا ما جاء، ولكن احنا بشهر رمضان يعني نحتاج هذه الكهرباء. تعرف انت يعني هذه المواد الغذائيه تحتاج انه تضعها في الثلاجه، بدك مراوح، الجو هنا حار جدا. We have now close to 600 refugees, 600,000 refugees registered in Jordan. Most of them live in urban areas. So one thing also we want the world to remember, that whereas the refugees in the camps are around 100,000 in various camps in Jordan, most of the refugees live outside of camps in the host community where they are maybe less visible. And we would want the world not to forget them also.